من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس حاليا واللي الكل بيتكلم عليها سواء في السوشيال ميديا أو حتى بره السوشيال ميديا هو طبعا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وأثار ده على صحتنا. وبقينا نشوف ناس كتير على السوشيال ميديا بينشروا صور وفيديو سواء ليهم أو لأولادهم وهم عندهم مشاكل جلدية كبيرة بسبب الموضوع ده. وعشان نعرف أكتر إزاي نقدر نتعامل مع المشاكل الجلدية اللي ممكن تتعرض ليها بسبب حرارة الشمس الحارقة هيكون معانا على زوم الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. في البداية عايزة أعرف من حضرتك إزاي ارتفاع درجات الحرارة ممكن يأثر علينا صحياً؟ طيب، هو الحرارة بتأثر على الجلد بشكل خاص جداً عن طريق ان الجلد عارف ان الشمس دي خطر على الجلد، فبيبدا نشاط الخلايا الصبغيه يزيد عشان يحاول يحمي الجلد من الشمس. لما نشاط الخلايا الصبغيه يزيد بيبدا الجلد يغمق، لما بيزيد زياده شويتين ممكن نوصل لحرق في الجلد. ممكن يبقى الحرق ده من الدرجه الاولى مجرد شويه احمرار بسيط بيظهر على الجلد، او ممكن يبقى حرق من الدرجه الثانيه ده ان بيجيلك حد دلوقتي عنده زي ايه، زي فقافيق او حاجات فيها ميه كده على الجلد. ممكن الكلام ده يظهر في المكان بس اللي اتعرض للشمس او يوصل لاماكن اخرى في الجسم نتيجه زياده الهستامين. مش بس كده، الشمس خطر جدا على الجلد لدرجه انها ممكن لا قدر الله تسبب تغيير في الدي ان ايه بتاع خلايا الجلد وتسبب سرطان لا قدر الله. ممكن كمان أشعة الشمس تكسر الكولاجين الموجود في الجلد ده وتسبب التجاعيد مع الوقت، تسبب إن الجلد يحصل فيه إن هو يكرمش. تلاقي أكتر ناس عندهم تجاعيد في وشهم أهالينا اللي هم الفلاحين اللي موجودين طول النهار في الشمس طبعا. أو أهالينا العمال طول النهار موجودين في الشمس، دول تلاقي الخطوط مرسومة عندهم في وشهم بشكل عميق جدا. طب دكتور، احنا شفنا صور وفيديوهات لناس كأنهم بالظبط اتعرضوا للحروق زي ما حضرتك قلت، يا ترى ايه الحل بالزبط في الموضوع ده قبل وبعد، يعني قبل ما يحصل طيب وبعد لو حصل؟ طيب، علشان نتجنب الحروق رقم واحد اللي هي الوقايه. الوقايه اللي هي ايه؟ ان انا ما اتعرضش للشمس كتير، قدر الامكان ابتعد عن الوقت الذروه بتاع الشمس اللي هو بين الساعه 10 الصبح و 5 العصر. قبل 10 وبعد 5 ده مسموح جدا، مفيش منه اي مشاكل خالص. ان انا استعمل واقي الشمس ده مهم جدا على قد ما اقدر. لو حصل بقى الحروق، لو الحرق مجرد شويه احمرار بنسميه حرق من الدرجه الاولى، ده خلاص بنحط اي ميه بارده على الجلد وبننقل الشخص نقعده في مكان ظل اكتر، وبنشرب ميه كتير، سوائل كتير مهمه جدا عشان تعمل توازن في الجسم، ونستعمل اي كريم ترطيب موجود في البيت، كريمات الترطيب اللي هي المشهوره، او نستعمل حاجه فيها صبار. حاجات الصبار دي بتعمل تلطيف على الجلد حلو جدا، ودي موجوده في كل البيوت في الغالب. لو حرق من الدرجه الثانيه اللي هو ظهر فيه زي فقاعيه كده وفيها ميه، دول بننصح ان احنا ما نفتحش البليسترز او الفقاقيع دي، نسيبها زي ما هي، نحط اي كريم مضاد حيوي، ولازم يتعامل معاه الطبيب في الحاله دي. ممنوع نستعمل معجون اسنان، ممنوع نستعمل زيوت الاكل زي ما بيحطوها، ممنوع نستعمل كل الحاجات دي، والحاله دي هي حاله عياده او حاله مستشفى او حاله. طب دكتور، كمان شفنا ناس بتشتكي من الحكه الجلديه او ان هو جلده بقى بيحس ان هو بيحمر بطريقه طبعا غير طبيعيه فبيضطر ان هو يحكه، وده طبعا بسبب اشعه الشمس. ايه الحل في ده؟ هل هم بيلجأوا لبرضه مستحضرات او كريمات انها تتحط، ولا في ادويه بقى للحاجات دي للحساسيه مثلا؟ احنا عندنا حاجه اسمها فوتوسنسيتيفيتي اللي هو حساسيه ضوء الشمس. يجي الشخص المنطقه اللي بتظهر في جسمه زي الوش زي الرقبه زي الايدين ملتهبه جدا وفيها حكه، دي حساسيه وهو نتيجه التعرض للايه؟ نتيجه تعرض للشمس. طبعا الحل فيها ان احنا بقدر الامكان بنقلل تعرض الشمس، بناخد ادويه مضاده للهستامين طبعا بيوصفها الدكتور. لازم نستعمل واقي شمس، نستعمل واقي شمس وبكميات كبيره، وده المفروض ان هو بيتكرر كل ساعتين عند الناس اللي عندهم حساسيه بالذات.
طيب بالنسبة للناس اللي بتروح مصايف وطبعا بيكون في معاهم أطفال وناس كمان كبيرة في السن، إيه تمام. النصايح المهمة علشان محدش يتأذى من أشعة الشمس، غير إن هو إحنا بحر بقى وصيف وكده، فالشمس كده كده ايوه موجودة. طيب، مهم جدا زي ما قلت من شويه، بقول لهم خلينا في الوقت اللي الشمس فيه مش خطر قبل الساعه 10، وده وقت كافي جدا. من 7 ل 10 ده وقت كافي، او بعد الساعه 5، من 5 ل 8 ونص لحد المغرب، ده وقت برضه كافي ان هو يستمتع فيه. يحاول بقدر الامكان يقطع الوقت من وقت للتاني، انه يقعد في الظل شويه، نشرب ميه كتير قوي، استعمال واقي الشمس. الناس اللي مش قادرة تستعمل واقي الشمس كريم، ممكن تستعمل زي كاب نظارة الشمس، نمسك شمسية بقدر الإمكان، على قد إيه، على قد ما نقدر، وما نقعدش في الشمس مدة طويلة. الشمس مع الرمل مع المية بتعمل انعكاس للحاجات دي، وبتأذي الجلد بشكل جامد جدا. مظبوط. طب دكتور، واقي الشمس المفروض بيتحط على جلد الإنسان أو على جلد الطفل حتى أو الكبار كل قد إيه؟ طيب، انت ما دام قلت الطفل، في ناس كتير بتسال هو بيبدا من سن كام؟ بنبدا نحط واقي الشمس من سن 6 شهور، من كل اول قد إيه 6 شهور بقى يا دكتور على البحر؟ كل ساعتين، المفروض ان هو بيتكرر كل ساعتين، كل ما بينزل ميه، لو حط دلوقتي ونزل ميه وطلع بعد 5 دقائق يحطه تاني. يعني المايه انما هو لو ما نزلش بتمسحه. الميه بتمسحه، مهما يقول لك ان هو ووتر ريزيستنت والكلام ده، طبعا الكلام ده غير اي كلام. علمي، كل اوكي. ما بينزل ميه لازم يحطه تاني، ولو هو ما نزلش ميه بيكرره كل ساعتين على المصايف. عايز بس اقول معلومه مهمه، مش لازم تكون الشمس حر، مش لازم يكون يبقى الجو حر قوي، ده نوع اشعه، يعني اليو في اي ده من اخطر انواع الاشعه اللي بتوصل للجلد وبتاذيه. حتى بقول لك، حتى في فصل الشتاء المفروض احط واقي الشمس عشان احمي جلدي. دكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. شكرا يا فندم، شكرا.